السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، وخواتم مباركة على الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. معكم الدكتور عبد اللطيف الواقدي، ونتحدث اليوم عن مرض كوفيد 19. وأنا بصراحة حاب أركز في رسالة اليوم التنبيه على دور المجتمع ودورنا كأفراد، لأن الفيروس بدأ في أواخر ديسمبر بالظهور في ووهان في الصين، وقبل هذا الفيروس كان هناك مجموعة من فيروسات الكورونا، منها أربعة أنواع وأربعة كانت منتشرة بين الناس وكانت تسبب نزلات برد عادية وموجودة في المراجع العلمية. وفي عام 2002 ظهر فيروس سارس، وهذا الفيروس تم احتوائه بعد أشهر، وظهر أيضا فيروس مستجد في عام 2012، وهو متلازم، يعني فيروس المتلازمة التنفسية الشرق أوسطية الحادة الوخيمة. لا نريد الغوص في كثير من التفاصيل العلمية لسببين. الأول أنه هذا الفيروس جديد، هذا الفيروس كل يوم تظهر بعض الخصائص، تظهر بعض التفصيلات. والناحية الثانية أن الغوص في هذه التفاصيل، الغوص في هذه التفاصيل هو غير مجدي معانا الحقائق الأساسية التي تؤدي إلى أن نتخذ الإجراءات التي نقي بها أنفسنا ونقي بها مجتمعنا. العالم كله مر يعني على مناطق كثيرة الفيروس وأثر عليهم تأثيرا كبيرا، يعني كلنا سمعنا ورأينا ولا داعي للسرد الكثير. عانت إيطاليا وعانت إسبانيا وفرنسا وأمريكا والصين، أيضا الصين عانت معاناة كبيرة في ووهان لولا أنهم اتخذوا إجراءات غاية في التشدد لإيقاف الانتشار. وهذه يعني كان من ضمنها إنشاء المستشفيات في فترات قياسية بعدد أسرة هائلة وإلى آخره. نحن الآن في اليمن، في اليمن الوضع حتى الآن صراحة لا يبشر بخير، لأن الانتشار بدأ والاكتشاف جاء متأخرا. أول الحالات اللي اكتشفت كان فيها حالات وفيات، وهذا ليس مؤشرا طيبا. هذا يعني أن الفيروس انتشر في فترات سابقة ولم يتم اكتشافه. الآن ما هي أسباب عدم الاكتشاف في اليمن؟ في أسباب موضوعية تتعلق بالوضع الأمني وبالوضع الاقتصادي، وأيضا بوضع المتعلق بتوفر الفحوصات المختبرية. فهذه الأسباب الموضوعية، لكن كان يجب الاحتراز مسبقا، الاحتراز مسبقا لمثل هذه الحالات لولا أن الظروف لم تكن تسمح بها. بعض الدراسات في اليمن أظهرت أن كثير من الناس يعرفون خطورة الفيروس وأهمية الموضوع الفيروس، ولكنهم لا يؤمنون بقضية التباعد الفيزيائي البدني بين الناس، قضية المسافات.
وهذه نقطة سوف يعني نركز اليوم عليها. يجب يا إخواني يجب التركيز على اتخاذ الإجراءات كاملة، ومن أهمها قضية التباعد البدني. عندما تخرج إلى السوق وإلى الشارع وإلى أي مكان مضطرا للخروج، فعليك أن تكون مستعدا بالتالي: أولا تغطية الفم والأنف، أن تغطي بالكمامة إذا وجدت، إذا لم تجد يمكن أن تغطي بقماش أو بشال كحل ثانوي وليس أساسي. الثاني هو مسألة التباعد، أن تجعل مسافة مترين بينك وبين أي شخص آخر. الثالث هو مسألة اللمس، ماذا تلمس، وبعد أن تلمس لا تضع يدك في وجهك وبالأخص الأنف والعين والفم. هناك أحد ذكر أنه في ناس الآن تنفي وجود كورونا في اليمن. يا إخوة يا أحبة، الإنكار ليس حلا، وأنت لا يمكن أن تواجه مشكلة وأن تنكرها. العالم كله سجل هذه الحالات ووثقها، اليمن أيضا سجلت هذه الحالات عبر الفحص، نوع الفحص وإن كان عدد الفحوصات قليل لكن نوع الفحص هو نوع الفحص المعتمد عبر الصحة العالمية، ونفس نوع الفحص الذي يكتشف به الفيروس في الأماكن الأخرى. فقضية الإنكار رجاء يعني أنه نكون على مستوى المسؤولية. الناس تمرض وتموت، ومرضت يعني شخصيات اعتبارية في العالم، منها رؤساء دول ورؤساء وزارة، وحتى في الأيام الأخيرة الدكتور فاوتشي اللي دائما يمكن اللي يتابعه ترامب كان يظهر جنبه ذلك القصير، ومدير السي دي سي مركز السيطرة على الأمراض، مرضوا كلهم. يعني فإحنا يا جماعة ماذا ننكر؟ طيب الآن الإنكار في معنى واقع في المدن اليمنية، وواضح في عدن، ومرضوا الناس، وفيه وفيات، وهناك أطباء مرضوا، وتعطل الكادر الصحي في عدة أماكن نتيجة المرض والخوف منه. فبالتالي الإنكار هذا ليس يعني ليس معقول ولا له أساس. يعني أذكر أني قرأت في كتاب للقاضي محمد الأكوع، ذكر عام 1918 انتشرت فيها إنفلونزا الطيور، سميت بالإنفلونزا الأسبانية، ممكن أحد يعود لها، والكتاب اسمه صفحات من تاريخ اليمن وقصة حياتي، الجزء الثالث للقاضي محمد الأكوع، ذكر قصته في ذمار وقت انتشار هذا الوباء، وكتب بالنص، قال أنه لم يبق يعني في السوق لم يبق إلا من يبيع الكفن والحنوط، وقال أنه لو استمر هذا الوباء أسبوعا فوق الفترة التي مر بها، أسبوعا آخر لما بقي في ذمار نافخ نار. كتبها هكذا بالضبط، وأنا أدعو اللي يشكك يقرأ في هذا الكتاب. المسألة الثانية في موضوع الإنكار، أنت لما ترى الحقيقة بعينك وترى العالم كله، يا أخي ليش تنكر؟ ماذا تستفيد من الإنكار إلا أنه يمكن أن يتفاقم الأمر ويضر أهلك وأسرتك وأحبتك. أخي الكريم، إذا كنت تحب قريبك فاجعله قريبا من قلبك وبعيدا عن جسمك في هذه المرحلة. يا إخواني الوضع خطير. إحنا لما نقيس في الوبائيات الاحتماليات والخطورة ونجد المدى الكبير الذي يمكن أن يؤثر عليه الفيروس في المجتمع اليمني نتيجة الأشياء التالية: إحنا مجتمع أو ناس بطبيعتنا اجتماعيين، يعني نحب التجمعات ونحب الجلسة مع بعض وفي المناسبات نجتمع، وهذا من أكبر عوامل الخطورة في زيادة سرعة الانتشار. يعني لا يجب أن نعي هذه النقطة، أنه يجب وقوف التجمعات وأيضا الابتعاد في المسافات،
وحتى في فترة العيد أنا أوصيكم، يعني يعلم الله أنه أوصي بها أهلي وإخواني قبل أي أحد، أنه حتى في العيد اكتفوا بالسلام من بعيد. هذا وقت حرج ووقت غير عادي، دول ذات إمكانيات صحية وضعها سيء. أنا بحسب التقديرات اللي احتسبتها لانتشار الوباء، إحنا في اليمن ربما نحتاج إلى ما يزيد عن 250,000 سرير عناية في أسوأ يعني السيناريوهات، بينما الموجود في اليمن 1,200 تقريبا، وربما يزداد إلى 2,000 أو 2,000 وشوية. لكن في الأخير أين سيذهب هؤلاء المرضى؟ الشيء الآخر في زيادة الانتشار، إذا انتشر فإنه أكثر من سيتعرضوا للمرض هم الكادر الصحي. إذا الكادر الصحي سقط في البداية ومرض في البداية، فمن يقوم بالخدمة؟ ومن يقوم بالعلاج؟ ومن يقوم بإدخال المريض؟ ومن يقوم بإسعاف المريض؟ لذلك نصيحة أخرى في هذا الجانب، أرجو أن لا تذهب للمستشفى إلا للضرورة أولا. ثانيا، أن لا تذهب إلى المستشفى إلا إذا حاولت الاتصال مسبقا إما بالطبيب أو بإدارة المستشفى، أو تتصل بالأرقام الوطنية للترصد الوبائي، تشرح لهم إذا عندك الأعراض من الأعراض البسيطة يمكن أن ينصحوك بماذا تعمل أو بما تعمل في البيت. وأعتقد المتابعين للموقع في كثير من الإرشادات متعلقة في هذا الجانب. مسألة الـ يعني أن نهتم بالموضوع مسألة مهمة. لماذا نهتم يعني مسألة الاهتمام؟ أول شيء أن هذا واجب ديني علينا. الله سبحانه وتعالى جعل كل إنسان مسؤول عن نفسه، إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت عرفت أن هذا المرض ينتقل، يجب عليك أن توقف طرق هذا الانتقال. أنت عرفت أن عندك أعراض اشتباه، يجب عليك ألا تنقل المرض أو لا تساهم في نقل المرض إلى أي شخص آخر. أنت مسؤول أول شيء أمام الله عز وجل. ثانيا، مسؤولية أخلاقية، يعني لا تقبل الأخلاق ولا الكذا أنك تروح أنك تنشر مرض أو تساهم في انتشار هذا المرض للآخرين. فهذه النقطة الأخرى أو المرتكز الآخر في قضية الاهتمام. الشيء الآخر، أنت إذا تريد أن تهتم بنفسك وتهتم بابنك وتهتم بأمك وتهتم بأختك، يجب عليك أن تلتزم، لأنه بهذا الأمر وبهذا التصرف أنت تعرض أهلك وأولادك وجيرانك وأحبائك اللي تجتمع معهم، اللي تجلس معهم، اللي تنغلق معهم، أنت تعرضهم للخطر، وبالأخص يعني الذي عوامل الخطورة عندهم يعني كثيرة. هناك تعليق على الكاميرا، اعذروني بأنه جهاز الكمبيوتر بسبب نت البيت اضطريت لاستخدام الكاميرا. طيب، الآن واضح يا أخ طارق؟ النقطة المهمة الأخرى اللي أحب أركز عليها كما ذكرنا، هي اللي هي متعلقة بالمجتمع. أنا يهمني الناس أكثر شيء، يعني زملائنا الأطباء يطلعون ويقرؤون ويعودون إلى المواقع الصحية والعلمية، وربما كثير منهم يطلع بانتظام غير عادي، وبالأخص لما بدأت الحالات وتأثر زملاء الأطباء. لكن أنا رسالتي أحب أن تصل إلى الناس. أيها الناس، المشكلة في تصرفاتنا الفردية. قبل ما نتكلم عن الإجراءات، فيه أشياء مطلوبة من السلطات ومطلوبة من توفيرها ومطلوب توفير أمور أخرى، لكن انتشار الفيروس يعتمد على تحركك أنت كفرد. إذا حملت الفيروس وجلست ارتحت في البيت وأخذت شيء من الأدوية المهدئة الخافضة للحرارة، وغديت نفسك جيدا، وابتعدت عن الأولاد في هذه الفترة البسيطة، فأنت تمنع انتقال هذا الفيروس وانتشاره لك ولأسرتك وللمجتمع. فبالتالي يجب عليك أن تلتزم. النقطة الأخرى وهي متعلقة بقضية المناسبات. إحنا في المناسبات
الأحضان والعناق والمصافحة وهذه الأشياء. البعض يقول مجتمعنا وإلى آخره. يا إخوة، المساجد التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى أغلقت، ونادى المؤذن وقال صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، والله عز وجل مكانته أولى. إحنا يعني شعب مسلم مؤمن ملتزم، الله مكانته أولى. إذا كان شرع الله ودين الله في عبادة الله، إن نذهب إلى الجامع، لا، نصلي في البيت. الأمور الأخرى مقدسة أكثر من ذلك. إذا كان منعت الجوامع من أجل الحفاظ على الإنسان، تستكثر أن تسلم، تضع يدك هنا، تقول السلام عليكم من مسافة مترين، السلام عليكم، وترافع يدك من بعيد. ليش؟ هل الصلاة أهون علينا كشعب أو كناس أو كمسلمين أكثر من أن احنا يعني نقول السلام من بعيد والسلام بالاتصال والابتعاد من الأشخاص؟ هل الحضور إلى المساجد أهون علينا من الذهاب إلى أسواق القات؟ أسواق القات أيها الإخوة هي في تقديري الأكثر والأغلب لانتشار العدوى في التجمعات يعني خارج المنزل، لأن أسواق القات الازدحام فيها شديد. التعامل باليد في أكياس القات من زبون إلى آخر إلى غيره إلى غيره كثيرة جدا، وبالتالي يعني احتمالية انتقال الفيروسات في هذه أكثر من المساجد. المساجد لم يثبت حتى الآن أنه حصل انتقال، رغم أن الخطورة موجودة. ولذلك فرض أنه صلوا في بيوتكم، الصلاة لم توقف، لكن وقف التجمع، التجمع الذي هو في المسجد. وهنا الحكمة، ليس سوى ذلك حتى يخف انتشار العدوى. فإحنا نترك يعني نترك ذلك، وبعدين نروح نجتمع في السوق، ونروح نجتمع في التخزينة، ونروح نجتمع في عرس، ونروح نجتمع في يعني صار يعني الأمر علينا أهون. أيها الناس، أنا ندائي لكم، لأنه ارحموا الكادر الصحي وارحموا أنفسكم. إذا الكادر الصحي تعب بيتعب كل شيء. إذا كانت توقعات بالوفاة مرعبة مرعبة، أقل توقع كتبه الشخص كان في كذا وأربعين ألف، أنا غير مقتنع به. أنا مقتنع أن أقل عدد ممكن من الوفيات يصل إلى 110,000، أقل شيء ممكن. هكذا بترفعوها أضعاف مضاعفة إلى مئات الآلاف بسبب عدم الحرص. يا إخواني، أنا أدعوكم، أرجوكم، أتوسل إليكم أن ترحموا أنفسكم وترحموا قلوبنا. إحنا في الخارج والله أن الكثير من الزملاء ليل ونهار وهو يراقب، ظهرت حالة هنا، ظهرت أعراض هناك، ظهر شخص هنا، يعني كأن إحنا نعيش معكم. نتمنى عليكم أن تهتموا بحياتكم، لأن حياتكم تهمنا، ويهمنا أهلنا اللي عندكم، ويهمنا كل شخص يمكن أن يتم إنقاذه ويضيع بسبب لا مبالاة. أنا والله ما يهمني، والأمور بيد الله، الله سبحانه وتعالى كل شيء بيده، لكن الله سبحانه وتعالى جعلك مسؤول، جعلك مسؤول، مسؤول أن الإنسان لا يضر بنفسه، ومسؤول أنه لا يضر بغيره. ف يعني هذه الآن الرسالة اللي حببت أن أركز عليها، التباعد في المسافات، التباعد في المسافات. إذا اضطررتم أن تجلسوا في مكان، خلوا مسافة بينكم مسافة مترين. وإذا اضطررت أن تخرج إلى سوق أو مناسبة، البس زي ما قلنا الكمامة أو غطاء للوجه والأنف، وباعد في المسافات. أنا بالنسبة إذا في أسئلة خاصة بالتفاصيل الإكلينيكية، أنا بخليها يرد عليها الأخوة المتخصصون في هذه الجوانب. أنا فقط حبيت أقول لكم شيء. لما حسبت توقعات بحسب اللي أقرأ من أدلة وكذا، أنا حتى لم أرغب في نشرها، لأنها مرعبة، مخيفة مخيفة. يعني كما ذكرت الحد الأدنى، وما حبيت أذكر الحدود العليا، وهذه الحسابات ممكن أن تخيب،
ممكن جدا أن تخيب، لكنها ستخيب في حالة واحدة، في حالة أن الشعب الأفراد تلتزم. ظروفنا صعبة، العالم كله عنده نقص في فحوصات المختبر، العالم كله، وإحنا أصلا شعب منسي في الحرب، فكيف بنكون في المرض اللي هو ربما أخف من قضية الحرب والمعاناة الإنسانية، ومر علينا الكوليرا والضنك وأمراض أخرى. وبالتالي إذا إحنا ما انتبهنا لأنفسنا وما كنا مسؤولين على أنفسنا، صدقوني لن ينفعنا أحد. ورغم ذلك لن تقف المساعي مننا في أطباء اليمن في المهجر، ولا من زملائنا أيضا العاملين في جمعيات ومؤسسات ودول عديدة. لن نقف ولن نكل في المتابعة والملاحقة لوضع أفضل، لكن أي وضع أفضل لن يجدي إذا لم تلتزموا، إذا لم تتبعوا الإرشادات، إذا لم يعني تتباعدوا فيما بينكم. أنا أعيد وأكرر نفس الرسائل، أدري، أنا أعيد وأكرر نفس الرسائل أدري، لكنها مهمة ولازم يتم الالتزام بها. وللأسف تردنا صور وفيديوهات وكثير من عدم الالتزام والانضباط. فنعم اللي ذكرها الأخ، نعم علينا الرفق بالكادر الصحي وكذلك كبار السن آبائنا وأمهاتنا. نعم نعم، إذا لم تكن مسؤولا عنهم فعلى من ستكون مسؤول؟ إذا ما كنت مسؤول عن نفسك فعلى من ستكون مسؤول؟ النقطة الثانية يا إخواني، الكادر الصحي، الأطباء والتمريض والمختبر وكادر الرصد عليهم ضغط كبير. أنتم تعرفوا أن نحن نعاني من شحة الخدمات ومن شحة الكادر من زمن ليس بالقصير. الآن مع كثرة الحالات، بالأخص إخواننا في عدن معهم أكثر من وباء في نفس الوقت، الضنك والملاريا والشيكونغونيا والآن دخل الكورونا، الضغط شديد. فلذلك كما ذكرنا ونعيد أنه معنا مجموعة من النصائح والإرشادات. أولا، لا تذهب إلى المستشفى إلا إذا كنت فعلا مضطر لخدمة داخل المستشفى. اتصل لأرقام الترصد الوبائي، اتصل لأرقام المستشفيات، وحاول أن تستفسر عن حالتك بالتليفون. أو معنا في المجموعة في المبادرة تأتينا أسئلة ونحيلها لأخصائيين، والذي نستطيع أن نرشد بها الشخص وهو في المنزل ممكن. لكن إذا شعرت بضيق تنفس، مشاكل في التنفس، مباشرة اتصل للترصد الوبائي واذهب إلى مكان الخدمة، لأنك في هذا الوقت ممكن تحتاج أكسجين. في الحالات الأقل من ذلك رجاء خف الضغط على الكادر الصحي. داخل البيوت اللي عندها أعراض يخف الاتصال داخل بيته. داخل البيت إذا شخص عنده أعراض مشتبه بالكورونا المفروض ينعزل. أعرف أنه في ضغط في الأسر، لكن بقدر الإمكان لبس الكمامات، لما يدخل دورة المياه يغسل بعده بطهر عادي، كلور وماء مخفف بنسبة 100 ملي للكلور إلى لتر ماء، ويغسل به الأماكن اللي يلمسها كثير المريض، مثلا حواف السرير، طاولات المكاتب، مرحاض الحمام. إذا لمس أو سعل أو عطس إلى شيء يجب أن يضعه في يعني في مكان مخصص حتى يتم غسله، يعني ما يختلط أو يلمسه يعني الأم إذا هي بتأخذ هذا الأغراض وتغسل. يفضل تلبس الكمامة وتلبس القفاز. السؤال هنا، كم المدة اللي ينبغي فيها لبس الكمامة ومن ثم رميها؟ وهل الكمامة القماشية تجزي أم أنه ينبغي أن ترتدي كمامة جراحية؟ هذا سؤال مهم صراحة. الكمامات الموصى بها للناس هي الكمامات الجراحية. الكمامات القماش بديل. العالم كله يعني الآن إحنا بنحاول نبحث هنا عن 20,000 كمامة نرسلها، ما لقينا. ودول عاملة حظر، إنك حتى لما تشتري إنك ترسل فيه
عديد من الإجراءات المتعبة. الآن إذا لم لك ليست لديك كمامة جراحية، استخدم قماشية، استخدم أي مادة قماشية، مش شرط فقط كمامة، يعني شال. إذا لم تجد حلول، لكن لا تجعل الأنف مكشوف إطلاقا. صحيح أنها من ناحية النفاذية تفرق وأقل، لكن إذا ما استطعت أن توجد الأفضل لا تترك شيء ممكن، يعني شيء ممكن وممكن أن يخفف إلى درجة كبيرة احتمالية العدوى. المسألة الوقت هي مسألة خرجة، يعني أنت خرجت وعدت، يعني كم واحد يخرج يتمشى في الشوارع طول النهار؟ يعني إذا واحد بيخرج يتسوق ولا يخرج يقضي غرض، مسافة الخروج يعني إذا كانت جراحية رماها بعد ما يعود، وإذا كانت الكمامة قماشية يوديها يعني مع مجرد ما يعود يضعها تغسل، بالإجراءات اللي قلنا القفازات وكمامات أو هو يغسلها بنفسه وهو يعني منتبه لأنه ما تلوثش المكان. وإذا لمست مكان مرحاض أو سطل الغسيل لازم بالكلوروكس والماء يعني يمسحها. الإشكالية الكمامات الجراحية يعني وكماميات N95 في بعض التوصيات بتتكلم عن أنه حتى في المستشفيات تستخدم لمدة 4 ساعات وغيره، لكن هذه دراسات وأبحاث في كل منطقة بيواجهوا فيها الوباء بيعملوا معايير تتلائم مع إمكانياتهم ومع قدرتهم ومع الممارسة الأفضل لواقعهم. فلذلك رجاء في كثير من التفاصيل لا تنظروا للستاندردز والمقاييس اللي موجودة في أمريكا أو في ألمانيا وتقولوا يطبقها عندنا، نحن نطبق أفضل ما يمكن، يعني أو زملائنا سيطبقوا أفضل ما يمكن بما هو متاح. ولذلك أرجو الاستماع لنصائحهم، لنصائح الرسمية من الجهات الصحية وللنصائح الأطباء في المستشفيات. يعني أرجوكم، إحنا ممكن واحد يقرأ موضوع في الإنترنت لكنه لا يسمح له أن يكون عالم. فالنصائح والإجراءات رجاء أن تأخذوها من هذه الجهات، الناس اللي عندكم في الميدان صحة وتمريض، وبالنسبة لنا إحنا لأن إحنا أبناء هذا البلد ونعرف ما فيه ونعرف ما داخله، بنساهم معهم ومعكم بكل جهد نستطيع أن نقدمه. الهيدروكسي والأريثروميسين فعالية البروتوكول بتركه للزملاء، لكن باختصار اللي أنا قرأته في آخر بحث أنه ليست لهم دور يذكر، ويعني اللي كان ينشر عنهم كان مسألة إشاعات أو بروباغاندا مبالغة، وقرار استخدام الدواء دعوه للطبيب المختص. ناقشت يعني أنا أقول لك أنا مقتنع أن الطبيب اللي بذهب عنده بيجيب لك أفضل الدواء المتوفر والذي يستطيع أن يوصله إليك، فبالتالي هذا في واقعنا. بالنسبة للأبحاث فوجد أنه ما لهش فعالية، وأيضا في مبالغة في قضية أضراره، لكن له أضرار. إذا تريدوا بعد هذا ممكن ننشر في صفحة صفحتنا أبناء يعني أطباء اليمن، ممكن ننشر روابط لبعض الأبحاث للمهتمين، لكن هذه لو واحد يقرأها عادي صراحة ما تجعلش الإنسان عالم، لأنه هذه لازم تأخذ في نظرة شاملة في ضمن الإطار الطبي. فرجاء أقول لكم شغلة، أنا لما أخذ سيارتي لعند السمكري أقول له إيش يحتاج وإيش النوع الكويس، وأعطيه السيارة يسمكرها ويعملها أضعها له وأمشي، لأنه اختصاصه وأنا طبيب ومعي تخصص وإلى آخره، وكذلك كلنا. لكن لما تأتي للأطباء رجاء يعني يعطوا كل إنسان حقه، يعطوه حقه وهو يتحمل مسؤولية أن يؤدي على أفضل ما لديه. طيب السؤال عن انتقال عبر الحيوانات. عبر الحيوانات لم تثبت مسألة، يعني أول شيء قضية تطور الفيروس تم عبر انتقاله، حاجة يسموها spill over أو يعني
أو طفرات أدت إلى أنه اكتسب الفيروس القابلية من الانتقال، كان ينتقل بين الخفافيش بين الحيوان إلى الإنسان، لكنهم لم يجدوا الحيوان الوسيط. فيه دراسات أبحاث عادهم لسه ما وصلوا لها، هل هو عبر آكل النمر الحرشفي ولا هو عبر الثعابين أو عبر أسباب أخرى، هذه كلها نتركها للعلماء لأنها بتفيدنا في المستقبل لأمراض جديدة. أما الآن عرفنا أو لم نعرف، الفيروس هذا صار بشري، صار ينتقل مني لك بين بني آدم وبني آدم ثاني. معرفة التفاصيل هذه ما تهمنا إلا فيما بعد، الآن يهمنا كيف نوقف أن الشخص يعدي الآخر. هذا الشيء الثاني. بالنسبة للحيوانات المنزلية، وجد أن بعض الحيوانات ممكن أن يوجد عندها الفيروس بنسبة قليلة، وبالأخص القطط، ووجدوا عند نمر في أحد الدول وإلى آخره. الكلاب بنسبة أقل. لكن في ناحية ثانية للي عندهم حيوانات في المنزل، اللي عنده حيوانات في المنزل حتى لو يعني لازم يعامله مثل الإنسان، إنه ما يعتديش. ليش؟ لأنه غير قضية إنه يعدى، ما قد حصل إنه قط مثلا أثبت أنه هذا القط هو اللي عدى. لكن في ناحية ثانية أنه لو واحد بيسعال أو يلمس ويلمس هذا الحيوان، ممكن الفيروس يبقى على جلده على فروته، ويجي واحد يلمس وبعدها مسك الأنف وعدى. يعني نظريا هذه موجودة، فبالتالي يجب الحرص عليه، كأنك بتعامل الأشياء في تنظيف. هذا اللي عندهم أو اللي مهتمين بموضوع الحيوانات، أنه لازم يحذر كما يحذر الإنسان، أو يعامل أسطح الحيوانات كأنها أسطح الأشياء. طريقة تعقيم كمامات M95، احنا ممكن ننزل رابط عن هذا الموضوع، وان وجد بعض يعني بالرسم بننزل ان شاء الله، بننزل رابط عن هذا الموضوع بالتفصيل. موضوع الكريات الحمراء ومن ثم الرئتين، وهذا غير صحيح حتى الآن. اللي عملوا هذا الأبحاث عملوها على جثث موتى، وجثث الموتى بتكون لهم أسباب متعلقة بالقلب وكذا، وذكرها زميلي أمس، وممكن تكون فيه تجلطات. تمام. وإذا أحد من الزملاء عنده تفصيل أكثر ممكن يتفضل بالإجابة على الموضوع. تعقيم القاتل بالغسل بالماء فقط. والله أنا أقول لك، هذا في اليمن شيء مميز ما قد أحد عمل عليه دراسة، فإحنا بننتظر من زملائنا الأطباء اليمنيين نصائح فيما يعني يروه. أما أنا قناعتي، وقت الوباء ما عاد بتصليش، بتبعد من أهلك وقريبك ومن صاحبك، المال اللي تصرفه في الفلقات سير اشتر بخضروات وفواكه وكذا، عزز مناعة أهلك، يخف عنهم المرض لا سمح الله لا أصيبوا، ادلهم سلطات، ادلهم خضروات، ادلهم فواكه. احنا خرجنا وكنا زمان نخزن، خرجنا ما ضرناش الخرجة ولا أثر علينا. فهذا الفترة يا جماعة اتركوا شهرين ثلاثة لما تمر الموجة، لأن الوضع خطير خطير جدا. سوف يخف الخطر إذا فهمنا أنه علينا أن نبتعد من الممارسات الخاطئة. إذا كان الناس وقفوا الصلاة في الجامع ما يقدروش يوقفوا القات، بالله عليكم، يعني القات والتخزينة أهم من الصلاة في المسجد، ولا من اللقاء مع أسر مع الأصحاب في الأعياد في المناسبات في الألعاب الرياضية، كل هذا وقفته ومحاربين إنه القات هذا يصلح ولا ما يصلح. المفروض أن نخرج من هذه إيش الفكرة. يعني صراحة ما عنديش توصية مخصصة لتعقيم القات، ولا أحب أن أوصي بها. وصيتي أنا أنه تتركوا القات في هذه الفترة. يعني أعرف أنه واقع، لكن إذا ما قدرناش ننتصر على أنفسنا فعلى الدنيا السلام. يا إخواني، أنتم في اليمن في خطر، وأنا كل كلامي وتكراري لهذا الموضوع حتى يعني نصحوا
الله سبحانه وتعالى لما جاب قصة ذو القرنين قالها وآتيناه من كل شيء سببا، يعني أعطاه أسباب الوصول والانتصار والسيطرة وإلى آخره، فأتبع سببا فاتخذ هذه الأسباب. الله عز وجل الآن احنا صار معنا معلومات بالأسباب اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، خلقنا وخلق هذا الفيروس وخلق كل شيء، وعرفنا بالعلم والسبب اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى إن هذا الطريقة توصلنا إلى المرض. بعد ما عرفنا نروح نتبع هذا الطريقة ونوصل للمرض ونقول هذا بأمر الله؟ يا جماعة ما يجوز. لا تعرضوا أنفسكم وأهليكم لهذا للخطر. أنا أقول لكم يعني شخص عملت في الوبائيات في الميدان في اليمن وفي اسمه، إحنا معنا قصر في الفحوصات، عندنا قصر في يعني في عدد المختبرات، مختبرات محددة اللي تعملها. طالما اكتشفنا الحالات، أول الحالات وفيها وفيات، الحالات منتشرة في المجتمع، الكم هذا خاضع لتقديرات ما تقديرات، كونه منتشر في المجتمع عليكم حماية أنفسكم. لا يعني اللي ينكر أنا أعتقد أنه مخطئ، لأنه يساهم في يعني تخفيض وعي الناس من أجل أن يمارسوا ممارسة صحية أسلم وأشد حفاظا على حياتهم وحياة أهليهم. إحنا ندعو أنه يعني الزملاء اللي يعملوا في الوبائيات وفي الوزارات وكذا صراحة خففوا التعريف القياسي. الآن بالفحوصات الأولية ظهرت حالات، ربما أن احنا نلجأ إلى قضية أنه لأن احنا ما عندنا فحوصات إلا عدد محدود جدا، أن احنا نعتمد التعريف القياسية ونظام الاستبعاد الحالات. يعني هو مش مجال ذكره هنا، لكن يعني كنقاط عامة للي يعني مهتم بالموضوع، أن هذه المجال ممكن أن تضع فيها الجهود بحيث أن احنا نعمل معايير تأكيد للحالة بدون الفحص. ومعنا في بعض بالنسبة لمرضى المستشفيات معنا أدوات ممكن تساعدنا فيه، في بعض نتائج الفحوصات المخبرية، في بعض أمور الأشعة، لكن هذا القرار خاضع للإدارة، إدارة الوباء نضع هذه الأفكار عليهم، هم يتدارسوا الإمكانيات والظروف وأيضا إمكانيات الكادر أن يسرع أو يوجد هذه الإمكانية في التشخيص بدون البي سي آر، لكن إحنا نضعه مقترح، والمقترح عند الجهة المسؤولة عن مواجهة الأزمة في الواقع، ومستعدين إذا يعني طلب من زملاء في الوبائيات تخصصات في يعني في عدة دول أن نساهم في عمل أو فكرة، وأظن الفكرة موجودة عندهم أصلا صارت، لكن إذا أرادوا منا شيء إحنا مستعدين. هل عاد بقي أسئلة أو نكتفي بهذا القدر؟ أنا بالنسبة للأشياء اللي في رأسي أيوة فيه نقطة أخرى خلوني قبل ما ننهي أتكلم فيها. الآن إذا الشخص مرض وصار مريض بالفيروس، هل هو مذنب؟ ما فيش عليه ذنب، ما نكرهه، إحنا بنبتعد منه لأن إحنا بنحبه، نبتعد منه، ولكن في نفس الوقت إذا احتاج شيء أو كذا ممكن نمد له يد العون، بس يعزل نفسه، ليس عليه أي ذنب، والمفروض أن احنا نشعر بألمه ونشعر بالخوف الذي فيه وأنه ممكن يتعرض لخطر مضاعفات، ممكن يعيش، ممكن يعني يدخل في حالة حرجة، وممكن أن تؤدي الحالة إلى الوفاة. هذه ناحية. الناحية الثانية، هو مذنب في حالة واحدة، إذا هو عارف أنه مريض أو عارف أنه خالط مريض وراح بالعمد جلس عند ناس. يا جماعة أنا أقول لكم هذا الشخص مذنب، رجاء لا تعملها، لأنه هذا الذنب عليك، الذنب عليك والتقصير منك. أما الذي ما هوش عارف
يعني خلاص مش عارف أو ما بيش عندها أعراض، لكن إذا أنت ما عندك أعراض وأنت خالطت شخص معروف أنه مريض، احجر نفسك حتى لو ما عندك أعراض 14 يوم. ليش؟ لأنه ممكن يكون معك الفيروس وما تظهر، ممكن يطلع عندك الفيروس في اليوم 13 و14. فبالتالي التزم واجلس في البيت. النقطة أخرى، الشباب والأطفال. كثير من الناس بيظن التالي، الشباب والأطفال حالات قليلة بتحصل عندهم. مش صحيح، الشباب والأطفال ينتقل إليهم الفيروس، وفي أطفال تمرض، وفي بعض أطفال تحتاج للمستشفى. الوفيات لم تثبت في حالات يعني أطفال صغار السن دون العاشرة أو دون التاسعة حتى الآن. لكن في طرق العدوى، لأنه بينتقل بالرذاذ، ممكن ينقلوا لكل اللي في البيت حتى لو كان احتمالية الخطر عليهم أخف شوية، لكن ممكن ينقلوا للبقية. فإذا نقلوا للبقية وفي شخص في البيت عندها السكر، واحتمال مريض السكر الوفاة مرتين ونص أكثر من أي مريض آخر، ممكن أنه يكون هو جنى على هذا الشخص القريب له من أسرته أو قريب أو كذا. وإحنا ما بيجلس واحد في مكان مغلق إلا مع اسمه، مع أغلب الأحيان مع أهله وأقاربه، إلا إذا هو طالع فوق باص في الشارع وإلى ندخلش في التفاصيل. هذه ناحية. الناحية الثانية إنه حتى الأطفال، ذكرت في بعض الأبحاث وجدت أن في إفرازات في البراز بنسبة قليلة. هذه النسبة القليلة لازم الأم تهتم عند تنظيف الطفل. إذا هو بيستخدم حمامات اسمه حفاضات، تمسكها من الأطراف بحيث ما تتعاملش مع عينة البراز أو ما يتطايرش إليها الرذاذ. إذا معها قفازات تعمل قفازات، ما فيش تغسل يدها لمدة 40 ثانية. غسل اليدين الآن للتحديثات في الصحة العالمية، غسل اليدين بالماء والصابون تحتاج 40 إلى 60 ثانية. الغسل بالمركبات الكحولية تكفيك 20 إلى 30 ثانية، لكن الغسل بالماء والصابون تحتاج ما بين 40 إلى 60 ثانية. أول الوقت في 20 إلى 30 ثانية هي اللي قضية الفرك بالصابون اللي ذكرها الدكتور حمود، واعتقد نزلوا روابط عن كيفية الغسل الصحيح باليدين. النقطة الثانية هي يعني بعد ما تتخلص منها، تتخلص منها في مكان بعيد ما يتناثر أو كذا، لأنه في وجدوا نسب ما تقريبا حسب ما أذكر إذا ذاكرتي جيدة في حدود 30% أقل قليلا أو أكثر قليلا من الحالات اللي فحصوا البراز عندها وجدوا عندها، وغالبهم في الأطفال يعني بيفرز الفيروس. وإن للآن لم يثبت أنه حصل انتقال، لكن الاحتياط واجب، لأن الفيروس يا إخواني، أنتوا تقرأوا اليوم خبر وبعدين في تعديلات أو إضافات، لا تلوموا الناس ولا العالم كله هكذا. الفيروس عاد عمره 5 أشهر، عادوا الفيروس ما قد فطموا، يعني عاد الناس بتدرس وتبحث كيف بينتشر وكيف بيأثر، وبعض الأشياء والتأثيرات والدراسات تأخذ وقت من الزمن. فلا تتابعوا كل خبر، الخبر اليوم قال كذا، اتبعوا الإرشادات الوقاية. هذه الإرشادات هي نفسها لن تختلف، وإذا اختلفت حاجة بسيطة سوف تعلموا في الوقت. بالنسبة after two negative results how long home isolation، هي الإجابة على هذه تعتمد على الوضع الحالة. يعني ممكن احنا ننزل لك يعني دياجرام بالموضوع، انه اذا كانت الحالة هي اصلا اشتباه، او اذا كانت الحالة مرضت وبعد ما مرضت بعد اليوم كم، ويعني في تفصيلات معينة في الموضوع. بالتالي اذا اسمه بعد ان شاء الله اللقاء هذا